ورد مفعولا به ورد منصوبا بالالف، واذا ورد مجرورا مثلا او غيره هكذا كاعراب المثنى فقط. مفهوم؟ نعم سيدي. اذا في البدايه وان ما طاب لكم من النساء ما يعمل تدل على النساء ولا على. ودي ما كانش جبت المثال هذا يا ايوه هكذا ما طاب لكم من النساء ما تدل على عدد النساء ولكن تدل على الستات. عدد ما طاب 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 لكم وبعدها من النساء من هذيك حرف جر الماء هنا تدل على ما طاب على ما طاب فهمتني؟ واضحه؟ لا تدل على ال... ولا تدل على العدد. العدد هو مثنى وثلاثة ورباع يعني تسعة. هذا ما قاله ابن حزم، ابن حزم قال تسعة. الواو هذه للجمع. اثنين وثلاثة وأربعة، اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. هكذا قال ابن حزم اللي تبعه في الظواهر بتاع ال بتاع الكلام. مثنى اثنين ثلاثة وأربعة. هذا ما رأيته أنت، ابن حزم قال لا مثنى واثنين معهم ثلاثة يجيو خمسة معهم أربعة يجيو تسعة. هو اللي قال صندوق. يعني أربعة 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 أربعة. ما هذاك المثل الاقتصادي فكرة كانت البو والنسيب يتعارفوا هو يحب يعرس قبل قاط الزيتون وهي يحب تعرس بعد قاط الزيتون علاش خاطر هو يحب يخدم مع الراجل والبو يحب تخدم معاه يتعارفوا الاثنين هو يحب يعرس قبل الزيتون وهو يحب يعرس بعد الزيتون